يقول: ما حكم الصبغة الملونة والحناء للرجال؟ هل هي جائزة الصبغة والحناء؟ الصبغة للحية يعني لا تصبغ، يصبغ الشيب بغير السواد، سائر الألوان ما عدا السواد الخالص، السواد الخالص لا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، جنبوه السواد. فلا يجوز للرجل أن يصبغ لحيته بالسواد الخالص، هذا حرام، لكن بالحنة، بالحمرة، بالصفرة لا بأس. نعم.